حدثنا سعيد بن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد هو ابن اسلم عن ابيه قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكه فبلغه عن صفيه بنت ابي عبيد شده وجع فاسرع السير حتى اذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلى المغرب والعتمه يجمع بينهما وقال: اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا جد به السير اخر المغرب وجمع بينهما